الخارجية الفلسطينية قرار الإدارة الأمريكية قطع مساعدات لشبكة من المستشفيات في القدس الشرقية المحتلة. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الخطوة تعد حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشن على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد ذكرت أمس أن مسؤولا أمريكيا لم تكشف عن هويته أبلغها أن الرئيس دونالد ترامب قرر قطع مساعدات بقيمة 20 مليون دولار عن مشافى تقدم خدمات للفلسطينيين في القدس المحتلة. مرة أخرى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بتقليص المساعدات الخاصة بالشعب الفلسطيني. هذه المرة تطال القرار المخصصات المحولة لشبكة مستشفيات القدس الشرقية، حيث ستقطع إدارة الرئيس ترامب أكثر من 20 مليون دولار كان قد صادق الكونغرس الأمريكي عليها خلال العام الماضي. وقررت الإدارة الأمريكية الحالية تحويل المبلغ المالي المقتطع لأغراض أخرى في الشرق الأوسط. التأثير سيكون كارثي علينا، لأنه هذا استمرار لنهج، ونحن في مستشفيات القدس وعددنا 6 نواجه أزمة مالية خانقة للأشهر الماضية، بل بالعكس للسنوات الماضية. جاء هذا القرار ليزيد حدة من هذه الأزمة المالية. إدانات وانتقادات فلسطينية عديدة لقرار إدارة ترامب الأخير. فوزارة الخارجية الفلسطينية طالبت بموقف دولي إزاء ما أسمته الابتزاز الأمريكي الذي شمل الجانب الصحي، في حين اعتبرت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية الخطوة بأنها استمرار للمساس بالمؤسسات الإنسانية، كما حدث مع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أزمة اقتصادية وعجز مالي تعاني منه غالبية مشافي القدس بالأصل، ويأتي قطع المساعدات ليفاقم الأزمة ويزيدها تعقيدا. مشافي القدس تستقبل يوميا حالات مرضية كثيرة، وخاصة الخطرة منها القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعليه سيعيق قطع المساعدات الأمريكية استمرار عمل المشافي بشكل طبيعي في حال عدم توفير البديل. أحمد جردت، التلفزيون العربي، القدس. ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الدكتور وليد نمور، مدير مستشفى أوغستا فيكتوريا المطلع وأمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية. أهلا بك دكتور وليد. دكتور وليد، ما تداعيات قطع هذا المبلغ من المساعدات الأمريكية على المستشفيات في القدس؟ يسعد مساكي، أشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي للقدس والمقدسين، وبالتحديد للمرضى الذي يعانون من أمراض صعبة جدا، منها السرطان ومنها أمراض القلب ومنها أمراض الفشل الكلوي، ويأتون إلى القدس، إلى مشافي القدس لتلقي خدمات مش موجودة بأي مشفى آخر بالضفة الغربية وقطاع غزة. نحن الوحيدون على سبيل المثال نعطي خدمات الإشعاع لمرضى الكانسر، أو الخدمات المتقدمة بالعلاج الكيماوي للمرضى. طبعا الوضع كارثي، يعني المقصود من ذلك هو إذلال المريض، وبالعكس استغلال المريض في هذه الحالة دكتور وليد أو كامرأة. نعم، يعني لنشرح للجمهور، عندما تقولون بأن الوضع كارثي، ما هو المقصود بذلك؟ أين ستكون نقاط الضعف بعد قطع هذه المساعدات؟ يعني كيف سيلحق ذلك بالمستشفيات؟ نعم، أصلا ما قبل القرار كنا في مرحلة، أغلب مستشفيات القدس في المرحلة القصوى من المديونية، وصلنا الحدود القصوى والسعر النقدية إلى مستويات تكاد تكون صفر. بالعكس، هناك مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية قد أعلن قبل يومين أنه لن يستطيع استقبال مرضى جدد لعدم قدرته على دفع مستحقات الموردين والرواتب والأدوية والمعدات وغير ذلك. فجاء هذا القرار ليزيد من السوء حدة بطريقة أنه عمالنا حاليا نتدارس وضع كيفية شراء أدوية. فالوضع مأساوي، يعني ذلك أنه المريض اللي ما بيقدر يتلقى خدمات علاجية كيماوية في مستشفى المطلع على سبيل المثال ما راح يتلقى، يعني هذا حكم مسبق بالموت لهذا المريض. شكرا لك دكتور وليد نمور، مدير مستشفى أوغستا فيكتوريا المطلع وأمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية.